سي بون شي ما تروحوش بعيد. السلام عليكم. بريميير مانشو تاعي ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله. الله يحفظك يا الله يسترك تاعك. بون في اليامات الاخرانيين دوما نسمع بزاف عباد راهم يموتوا في البحر. علاش راهم يموتوا في البحر؟ باسكو علاش محبين يروحوا لوروب؟ انا واحد منهم راني حاب نروح لوروب ما نكذبش على خويا. بصح البروبليم حبيت نعرف علاش انا ما يروحوا لوروب. درت دي ريشيرش هكذا كالكو تريك وكذا عرفت علاش. نقول لك علاش. بون بار اكزومبل نعطيك هنا شغل بار اكزومبل لامور شغل الفرق بين تاع الجزائر وتاعنا تاع الجزائر تاعنا تاع الجزائر وتاع لوروب فاهم. اوكي كاين ديفيرونس كخشينا بار اكزومبل كيما كنت ندور في انستغرام شفت واحد باش خطب وحده بس شرا لها سبع خواتم شريكي سبع خواتم باش يخطبها برك قال لها انت خيري مخلينا من ريستورون شيك والماكل شغل الماكله الموسيقى رومانسيكي صاحبي شايف شغل الموسيقى غير شباب كذا فهم. بار كونت حنا كي تولي للجزائر هذا موح في عمره 25 سنه شريكي يخرج مع وحده في عمرها 17 سنه راك شايف ديفيرونس 7 سنين معليش خلينا وهذه مسكينه يا خو مغبونك شايف تشوف افلام تاع ترك مهند وك شايف شغل تخايل عليناش عيط لها صباح ربي قالها سمعي قالها شيغي الفو كومبارل قالها الفو كومبارل اليوم كيما يقولوا الحق الموصل العظم لازم نقصروا قالت له صحه معليش قالها نتلاقاو سي بون شريكي شوف العفسه الاولى عرضها وين عرضها المارشي 12 ضربت البيتزا تاع الفرق عند روني صاحبي شايف ضربت بيتزا تاع الفرق خو ومن بعد كيقول لك كي تشبع الكرش القلب يبدا يعبرك شايف ضربوها جاردان هكذا مريحين هكذا قال لها تسمى شغل يوم جمعتك انا حاب نقول لك عفسه وشغل لازم نهضر معاك وكذا شغل لازم نعبر عن شعوري قالت له اهدر وهي تفكرت الفيلم تاع البارح خطبها وكذا تسمى قالت هذيك هي اليوم راح يقول لي دات زوجي بيا قالت له اهدر قالها ما كاش كش حشمت ما كاش كش نجيبها قلت له اهدر قال لها بيبي والله اليوم نحاولي بروسي خصني 200,000 الله يحفظك عطيها لي من هذه شوف من هذيك الاكسيون طفله مسكينه دخلت فيسبوك بتحسبي الله ونعم الوكيل وفصاته نحات فيسبوك تاعها سيبو طب لو اقل حتى حرق ولا ما باش حضر ميروها اك شايف خلينا دوكا ملامور نروحو سوجي شغل احنا كيفاش نهضروا لونغاج تاعنا تاع لي زالجيريان بار اكزومبل كنت مريح في الحومه جا لي واحد قال لي صحاب رجلك شايفها مدام صحاب رجله قال لي اسمع واسمك قلع روح ابدا تجري عمك تلفت لي تشوكي تشريك واش قلع روح امشي ابدا تجري واش كدير يا اخو شغل تلفت لي بار اكزومبل كنت مريح واحد في الحومه جا لي واحد شايف قال لي يا اخو كش ما ترمي علينا قلت له علاش تبي دون تعزبل باش نرمي عليك شايف ما فهمتش شغل لونغاج تاعنا شغل سبيسيفيك لونغاج لا كومونيكاسيون تبدلت لا كومونيكاسيون تاعنا شغل بالشرات بار اكزومبل دوكا لحقنا واحد ستيل تاع فايس شغل توسويس حنا معروفين لي زانجيريان بتوسويس شريكي حنا ما كاينش لي دينا في توسويس حنا فاش شواكر غير في توسويس حنا قاعد توسويسين اي ولا بار اكزومبل كنت راه كنت قاعد اوكال ماك داخل وي في الدار شفت واحد الفيديو تاع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الابتسامه في وجه اخيك صدقه فهمني صاحبت الحومه تلاقيت مع دريت حومتي مشنا فيها خزرت فيه خزر فيه طاحت عينو في عيني قلت له درت له شغل شغل وسوست مع له ماذا قلت والله نورمال يا ضحكت له شايف ومن بعد حبيت نزندر فيه الخير تبسمت ومن بعد حبيت نزندر فيه الخير ضحكت له شايف قلت له هو ثاني دار فيا الخير رجع لي عيني تضحك شريكي رجع فيولي ولات عيني صافي قلبسني وسوس موسوس صافي موسوس زيد نعطي لكم دوكا كالكو شغل كالكو زيكزومبل على لا ديفيرونس بين الجزائر والاوروب طوندونس صح اسمعني مليح هذه طوندونس كي تروح زعما تشوف طوندونس تاع امريكا طوندونس تاع فرنسا طوندونس تاع بلجيكا كندا شايف تلقى فايس شغل يا خو سبيسيفيك شايف شغل فايس نادرا من يصرى بار اكزومبل طفل صغير في عمره 13 سنه طلع قمه ايفريست ما على باليش انا هذا يمشي فوق الماء شايف شغل فايس قليل وين يصراو شغل فايس شابين فاهم بصح انا صاحبي كي تروح لطوندونس تاع الجزائر كيفاه شوف تلقى كيفاش. تلقى بلاكه صاحبي شوف تلقى بلاكه عجل الاولى لانسين يعني شغل لانسين تاع شغل بلي هذا شغل عفسه خشينه مهندس ويت مهندس ويت صاحبي شغل هنا تبلش تمرك بلي شوف شوف صاحبي شوف تزيري شوف مهندس ويت اوتوماتيك مو حيدخل صاحبي هنا هكذا شغل ديوري شغل هكذا شايف شوف مهندس ويت واش تلقى تلقى وفاه المغني ماميدو على يد الرابور دي دين كلاش راك شايف شغل يتلفوها لك اوتوماتيك مو تدخل تجري تدخل تجري واش تلقى تلقى بنادم يدير بار فيك صاحبي عطيني المنطق اكزاكتومون هو باش يشوفوا لا فيديو تاعو راك شايف عطيني المنطق يا اخو او السلام عليكم وصافي بليزير وجيسبر يعجبكم لون مانشو هذايا وجوزنا وقت شباب وصافي بليزير يو 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 يعطيك الصحه فريمو تصفقوا عليه ديروا دير 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 هدا ديروا هدا جماعه الخير سبحان الله وي خويا تبدا ولا نبدا ابدا شوف انا نقدر نقول لك الانتربريتاسيون كانت مليحه ما نقولكش 100% انا ما شوف انا ما نكذبش عليك انا ما نقولكش زعما نضحك لك في وتشوف نهضر لك ديريكت من القلب للقلب الله يحفظك الانتربريتاسيون كانت مليحه ليستوار تاعك ما كانتش سينكرونيزيه بيان وي
شغل حكيت ان سوجي دخلت حكيت على ديفيرونس اونتر لي الجيريان لي اوروبيان ومن بعد رحت حكيت على لامور راك فاهمني حكيت ابورديت بلوزور سوجي في سوجي هي كنت مدابي انا بيسك مازال ما كملتوش انت لو سبيكتاكل تاعك هذايا عاود احكم لي سوجي تاعك ابداهم سوجي بسوجي شاك سوجي كون في لاشيت تاعو تعاود ديماري بنوتر سوجي يخلص سوجي في لاشيت تاعو تسمى كل سوجي يكون باين وحده تسمى تبينه اه فهمتك هذا ما كان لا يا حبيبي هذا هو الانقاذ اللي نقدر نقوله لك انا الانتقاد لنا ولا نوت لا نوت سير سانك وي يا خويا نونكوراجيه نعطيلو ثلاثة نعطيلو تروا سير سانك على الانتربريتاسيون على المجهود اللي يدير فيه يعطيك الصحة خويا عبدو بيان سور خويا محمد اعطينا رايك في الزميل اللي راه حاضر معاك انا كوميدي حقا عجبني كان يعني في المستوى الله يحفظك عجبني فاش هي العفسه اللي عجبتني بزاف شغل كي كان ينتربريتي لي رولو قاعد هي العفسه اللي عجبتني زعما ما باش هذاك زعما كي قال لك صاحبته رومونتي يكون بعد قلبي هذيك عفسه شغل جابها شغل كيما نقولوا كيما حنا كيما في الواقع لا ويصرا دوكا ومام يعني شغل لا فاصون دو جوي تاع لا فاصون دو بارلي كانت مليحه يعني صافا بيان تنقيب هي عندك غير السوجي هذا واش قلت عطيلو نقطة أنا بيان سير مالا خيرة نعطيلو ثلاثة لا يا حبيبي يا خويا صافي بليزير على كل حال بو أنا بدوري نقدر نقول لكم واش قلت مقبلة عبدو والله غرديتها لي من فمي يا أخو على بالك والله غير صعيب تاع كلامك بلاش الخويا نبي سيفري هو دخل سوجي تاع حراقة من بعد قال لك أنا مدابية نروح لوروب باسكو نحبوا لوروب على جال شي صوالح ولا ديفيرونس أونتر لي زالجيريان ولي زوروبيان بدا يحكي فيه بصح ما كاش تسلسل سيك عبك صارت له الحكايه ما كاش تناسق بين الاول سوجي الاول والدوزيام تروازيام وهي رايحه نبيل هو الحكايه تاعو عبك صارت له كيما اذا تشفى الواحد الميمو فوكال كان يدور في مواقع التواصل تاع انسان قال له رحت نشري البن ما صتش ميمو اللي يخدم الضاله راك فاهم خلطها راك فاهمني يا خويا ما انا في راسي على كل حال امو مودوني صارت لك شغل فيا لابا راك شايف على كل حال صافي بليزير وسمعنا بون حاجه تاع الضحك حاجه قليله الضحك نقدر نقول لك بالبورسنتاج يعني واحد 30% هكاك عطانا من الضحك النقطة اللي نقدر مدها له أنا بدوري يعني يعني وهذا رأي الشخصي رأيك رأيك يا أخويا وأنا أحترم رأيك فوالا وما دابينا كامل يحترموا رأيي بيان سور خويا ماشي مشكل أسمعوا خذوا الرأي على خمسة يعني نعطي له كيما عطيت له مقبلة زوج ونص الله يسترك يا أخو ربي يحفظك وبالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يو 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 يعطيك الصحه اخويا اسامه ربي يحفظك ان شاء الله نروحوا بيان سور الدوزيام شو الدوزيام ستاند اب اللي راح يديرونا محمد نقول لكم كامل غيستي برونشي وما تروحوش بعيد ارسل عبدو حبيت نقول لك واحد الحاجه وي خو قبل ما يبدا زعما محمد واش رايك فيه او بدي سقف في شعره منضب خساتو سيختات يا خو انا ما نقدرش ندي نوت على بنادم ولا نجيجي بنادم مازال ما شفتش لا يعني مشيت نوتيه ولا ما قدرتش نوتيه عبدو لا تقوني ما لم اقل يا اخي الكريم وشنو فهناك اشياء عديده يا اخويا انا قلت لك برك يعني شغل كي شفتو هكذا دخل وش زعماك تتخايل وش راك تسنى او خالعني اخو انا حاش شغل انا نسكن بالك شعراتك او يسكن في شعره باسكو شعره راح يعاونه في الانتربريتاسيون داكور تسمى جهوه وشعره جهوه وشعره يا خويا صافي بليزير كيفاش نجي وحدي ونخليهم ماله ونخليهم اسمع بالك ترى لك هذيك اللي طلقت شعرها رب لها يا خويا ارسل ارسل ارسل
السلام عليكم، معكم محمد محبنز. انا بنا نعرفه محبنز، وهذا سي البريمي وان مان شو تاعي كيما خويا اسامه. هاي سلمك خويا. السلام عليكم. انا عم بالكم، انا حياتي تعيسه، اقسم بالله تعيسه كي الحليبه تاع المعيزه، اقسم بالله وحق الله العظيم. غير هكذا نوض الصبح ناوي في بالي نروح نقرا، نقرا هكذا الناس ينوضوا صباح نرى شغل كيما نقولوا حنا فرحانين او حين يقراوا ويتعلموا بعد يولوا يخدموا مع الوقت تجي هادي. انا نوض هكذايا، نوض ديجا غير نوض نحل عينيا يجيني نعاس، يعاود يجيني نعاس باش نعاود نرقد. نوض نورمال، نقول معليش والله غير نوض، نقول معليش نهار هذوك يجوز زوج دقائق يجوز نهار، نوض ندير قهوه نشرب ونهبط في الدروج. نهبط في الدروج وشنو شكون يصبح معايا؟ ما صبح خالتي الجوهر. خالتي الجوهر هي اللي خلاتني عايش حتى الان. نتلاقى بمنتوما على بالكمش تسبى علاش نروح لخالتي الجوهر نقصر معاها وكاع، باسكو طايح في بنتها يا خويا داك الزين يا خويا يا خويا. خالتي الجوهر من بعد تشوفني هكذا هابط وي داوا وي داوا قسما يا جبي وي دا، ونقول لها صح غاكي مليح غالتي الجوهر وي داوا غتخاب يعني ما اباكي شوفك انت نشوفها يا وي دا. واه امصح انتوما ما على بالكمش باللي خالتي الجوهر تاني تعاد تقرقيج وتعاد قرعيج بزاف، تبدا تشوف هكذا شغل هذاك الفرلاوي يحوس على هذيك الماكله تبدا تقرع، دام بالك دير لك سكانر من الفوق للتحت نورمال هكذا. قصر شويه مع خالتي الجوهر ومن بعد نخرج نروح نقرا، وانا وامي بديت نخمم تاني كيفاش راح يجوز النهار في الكلاسة. يبداو يجوني حفايس هكذا ايطرونج في عقلي، نبدا نقول يا ربي ان شاء الله شيوخه تقسم طوموبيل، ان شاء الله يا ربي يطيح عليه بلوكه يدخل من الارض من حيث لا تدري. اقسم بالله. وبداتك ندخل هكذا يا المسيد تقبلني هكذا خليش تقواقي وين راك رايح وين؟ وين جيت نقرا سادة كيف اني داخل نقرا نورمال تخد تقرا انت فتشت هالقراية وين راهي التابلية تاعك يا الحمار وين راهي التابلية؟ ومبادتك نجي داخل هكذا نلبس طابلية ونسكت، والله غير نسكت معليش مرة كبيرة واش ديرلها، نروح عام كومبلي على جالها. ندخل كلاصة هكذا 8 تاع الصباح تقابلني شيخة تاع فيلو كيما تعرفوا المنطقة السورية المنطقة يعني آية المنطقة كيما قال أرسطو. انت حبس ما تهدى ومبادتك انا نسي نحرق مخي باش نفهم والو، ما تدخل لي والو في راسي. وبعد موراها تجي ساعة عمات انا الدوال والمتتاليات نعرفهم، هادي ليكم قراية تاكم، انا جبت الباك تاعي وراني بشهريتي ما راني خسرة والو، ما حبيتوش تقرأ ولا لا قريتو. تلحق طماش نورمال العبدة راح يفطر، نخرج برا نروح نفطر كي الناس تجي تلحق العشية. ومن بعد قدام هذاك واحد النهار هادي صارت لي واحد النهار كنت خارج من المسجد العشيه قابلني واحد كيما كونفري تعرفوهم، ومن بعد تيك بدا يخزر وانا فقت اقسم بالله غير فقت، قلت ما علاش ما نسينا نكمل طريقي بصح ما نشوفوش ما نسي ما شغل ما نفتحلوش الصاله فيتاه. ومن بعد تيك جاليا اخويا ماليش توري لي هذيك لاري، توري لي هذيك لاري اقسم بالله غير ما لقيتهاش. قلت له واش يا اخو واش ملاري واش ما نباليش وينك حاب تروح يا سيدي؟ قلنا نوري لك ما كاش مشكل. شغل لك شو كيفاش حبيت نقول لك لاري تاع ايدغا ما تعرفها وين جايه تاع ايدغا؟ قلت له هاي ليك هاك تشوف خو ملك ليبس تاع حضاره تلقى قدامهم ملك لونديستان تلقى ليبس وتلقى حتى طاكسي اذا حبيت وما كاش مشكل نخلص لك طاكسي المهم خطيني. وبداتيك رحت خلصت له طاكسي الحمد لله يا ربي تهنيت منه ومن بعد كملت تهنيت منه راح هاني نمشي هكذايا بز خريطه الحمام حاشاكم فوق راسي
دوكا قولوا لي انا اذا الخير طاح الخير دوكا انا اسكو منحوس ولا بنورمال ولا مازال ما فهمتش نورمال نمسحها قد نحكم كاش بابي مشوار نمسحها نزيد هكذا نكون رايح هكذا نمشي للدار نطلع للدار ومن بعد راني كونيكتي هكذا ندخل حتى يخرجوا لي في يبدا نبدا في لي ستوري هكذا يخرجوا لي فيسبوك وانستغرام في كاع مواقع التواصل الاجتماعي باسكو انا غير ندخل للدار نحط الكورطاب ومن بعد تي كنحكم تليفون ديريكت هو شغل نسخه تليفون نبدا هكذا فيه ومن بعد تخرج لي فضائح شابه صباح وفضائح شالو مونتي ولا ما على باليش انا نطفي التليفون نحطه ونرقد هذا هو محمد اون جينيرال هذا هو وشي صار له في حياته تاعي يعطيك الصحه يو 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 سي شو صافي بليزير على كل حال يعطيك الصحه اخويا محمد واش رايك خويا عبدو انا نقدر نقول له محمد يعطيك الصحه الحكايه تاعك كانت هايله تاع سيك ان جان نات صباح حكى في الباطيمه بمن يتلاقى انا على ما اظن باطيمه باطيمه نحبط نسكن باطيمه انا اوكي ماني فاهمك اسمع احكي لي على خالتي الجوهري خالتي الجوهر اكزاكتومون سيك علاش فاش دوك نفهمك عجبتني الحكايه تاع محمد سيك حكايه ليستوار مانيش على الجوهر راني على ماشي الجوهر ماشي الجوهر عندي عواوش عندي عواوش واش ندير في الجوهر كل واحد واش عنده انت عندك عواوش وانا عندي فهمتني لابيل قلت لك سيك حكا سيك حكا سيك حكا حكايته كيفاش ناض كيفاش راح لمسيت كي جا حابط تلاقى بدي بيرسوناج ومن بعد زاد تلاقى بدي بيرسوناج تاع لا سيرفيون جينيرال ولا لي بروف اللي ريحوا عند الباب سيك صح رانا نشوفوها وينك داخل لك رايح للمارشي على شكل لابس هكذا دير هكذا هي سيفري يعطيهم صحه كان العمال كاع تاع التربيه نقول لهم يعطيكم الصحه كاين وكاين يعني كاين البروف تاعك اللي راك تعجب عليهم يعطيهم صحه كان ومن بعد زيد عطانا دي بيرسوناج عطانا سيك بروف دو مات بروف تاع الفيلو ومن بعد خرج راح ومن بعد شغل علاش انا كنت حاب تزيد تمد دي بيرسوناج تاع كي كنت مولي للدار ودخلت للدار نورمالمون كي تدخل للدار تسيب دي بيرسوناج لوجيكمون تزيد لي بيرسوناج تاع بار اكزومبل انا كنت حاب يا عبدو وي خو والله غير كنت حاب هاد لاشيت على بالك كنت حاب زعما والله غير ما نداني لتما نداني لتما وانا نقدر نقول له السبيكتاكل تاعك كي تكمل تزيد تكتبو كمل بلي بيرسوناج ملي عاود خرجت ملي كول ملي عاود خرجت من المسيد وقلعت عندك نزيد نعطيك ان بيرسوناج باغ اكزومبل تكون خارج حكايه مع العساس العساس باغ اكزومبل تكون عندك حكايه مع العساس تخرج تروح عندك عندي حكايه شحال معاه ونسيته كاع في السيناريو ما جانيش في بالي صح مع الوقت في بالك اسامه واش تقدر تقول محمد سكاش تاعو يا خو شغل بار كونتر على تاعي هو متناسق فاهم شغل فيه حكاية فيها شغل هكذا عجبتني أنا دوك هنا عجبتني يا أخو الحق فهمتني وش قلت لك يا أخو يقول لك قول الحقيقة ولو كانت مرة يا أنا بالنسبة لي محمد دار سكات شباب بزاف شباب يا أخو نهضروا في شغل تام لو تام تاعو شباب بزاف شغل علاش شغل كيفاش يجوز البنادم الجورنية تاعو ولا كيفاش يجوز من الاخر محمد كيفاش يجوز الجورنية تاعو فهمني بار كونتر شغل المسيد هو اسمه والد لو بيرسوناج سي والد هكذا ماشي غلط وي لا معليش وفاش عجبني ثاني ديك كي كان يتقمص في الشخصيات فهمني جوهر والشيخه تاعو وبدا شغل انتيك شاف وشغل اللي عجبتني بزاف هذيك الزقه تاع الحمام انا قلت لي شغل كي شفتو هكذا نقول تجي فيه بوكا ولا سيتريا ولا شاف انا شغل دار هكذا ما تحبس زقه الحمامه شاف شغل تماك شغل وين يرجع البنادم يضحك بيان سور ويا خو نكوراجي وصافي بليزير وكمل يا خو ونيمبورت كل واحد يقول لك حبس يا خو اسمع شوف يا خو كي دير عسالي تحبها شغل هذيك هي يا خو شغل دير عسالي تحبها يعطيك الصحه الله يحفظك يا خو يا خو انا شايفك شايف يا خو يا خو يا خو شايف يا خو شايف يا خو وليد الحراش يا خو يا خو بالك المهم شايف لا ولا ما بارد يا ما عليناش على كل حال يعطيك الصحه محمد بيان سور ويعطيك الصحه اسامه الله يحفظك اسامه واش تقدر تعطي له زعما نقطه خفيفه هكذا نعطي له نقطه يا اخو نعطي له 4.5 يعطيك الله نعطي له 4.5 يا اخو نعطي له 4.5 باش نكوراجيه يا اخو فهمني صافي بليزير صافي بليزير صافي بليزير وانت عبدو انا عجبني في تخمام اسامه امام انا حاب نمد له 4.5 علاش نحيت له هذيك النص تاع النص اللي ما كملهوناش
يعني خلانا شغل ما عليش هلا درنا تشويق مع الاخر درنا تشويق وخلانا هكذاك يا خويا انا قانا نمدلو 4.5 يا خويا صافي بليزير انا بدوري بيان سور نقدر نقول وهذا رايي الشخصي يعني ما ديروش عليها انا ماني جوري بس على حساب واش شفت انايا صافي بليزير الحاجه اللي رايك رايك يهمنا هذه عجبتني تاع رأينا يوم عبك أنا عبك هناني بالك راك في البرلمان أنا سايح أنا سايح ويهم المجتمع ما كاش لي لمني ما عليناش على كل حال 3.5 صافي بليزير خويا يعطيك الصحة أخو كاع صافي بليزير مش قلت لي بعد نعطيك صومي كي تعطيني 3.5 أنا الشالنج تعرف كهو وشنو هذه صافي بليزير يعطيك الصحة ها 100,000 يا اسمك ديالي يا خلاص اوكي احنا نبيل لازم لي 200,000 كاع ماشي غير 100 قالك ماشي خساره فيك خو عقيلة من الرشوة تاع التورا يا خويا حي عليك هو نبيل نبيل ما انا اللي بديت نتوسوس مع اسامه وقلت كش ما مدلك كي كان جاي هو خاطر لا لا والله غير خاطر انا واقيل صح علاش تفضحوا فينا هكذا وعلاش شفتي يا خويا وعلاش ديروني البخس وعلاش والله العظيم يا خويا صافي بليزير على كل حال لحقنا لهاد النهايه تاع هاد لا روبريك تاع لي ستاند اب دوك شويه ونروحوا للديول اللي بعد شويه بيان سور الديو حيكون لا فينال وي لا فينال لا فينال لا فينال قلتها خويا لا فينال خويا العزيز يا خويا صافي بليزير يلا مالا برك نعاود نذكر المستمعين والمستمعات الكريمات واللي راهم يشوفوا فينا رانا ستريمينغ لايف ولا رانا بيان سير في الفيسبوك في الانستغرام في يوتيوب وتويتر وفي المواقع ولا الموقع الالكتروني راديو الشمس اف ام بارطاجيو وتصولاجيو وديروا جامزالكم ليا مع راديو الشمس اف ام تحيه كبيره ليك خويا عبدو بيان سير وتحيه بيان سير محمد أسامة يو 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 ميرسي يا وليدي الكا ما سباش يجا وشنو الحاجة جاجة لا لي توصلك يدانا جاجة لا لا قلت لك ما سمعتش مليح الحاجة عاودي لي واش قلتي لي قلت لك الكار مازال باش يجي هذه ساعه وادي نستنى الله غالب الكيران هذه يا حالة بلادنا الروطار الروطار المطار واش من المطار الحاجة الروطار الروطار اش ما فهمتكش يا وليدي كاع واش تهضر قلت لك الروطار الحاجة ماشي المطار الروطار واش بيه الحاجة صباح ربي نحكي لك حكايتي حاجة ولا غير نحكي لك سمعيني حكايتي كنت خارج صباح ربي ايماجيني واش لاقيت طومبا الحاجة يا وختي يا يما البومة يا يما دغيا كمل قتلوا لي هذاك اللي ولد لي بقى لي يا وليدي وعلى تقولي البومة وعلى تفكرني فيها بات لي سيابا هما ماتوا لي تسع اولادي بقاو لي واحد دغيا كملوا ماشي بومبا يما طومبا طومبا خلاص انا نروح لاوروب يما ولا غير كرهت مد البلاد كاع نروح ليون بلاصتي في ليون حاجة ولي تعمل ما يا وليدي ليون 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 حاجة تيو رحت عمل باب التيو اش جيت تسقسيني هنايا واش ندير لك لا لا يا الحاجة سمعيني الحاجة ايه وين كنت الحوت وما كنتش دود الحاجة انا اللي رايا شكون هذا مولود لي ياكلك كي ضربة لابون انت الحاجة والله والله ما انا بالي يا وليدي يا وليدي الكار مازال باش يجي ماشي الكار اللي راح يجي انا اللي راح نروح يو 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 والله على طول الصحه اخو صافي بليزير والله غير صافي بليزير على كل حال بليزير اوي عبدو خويا خويا نبيل لحقنا لافان خويا انا نقول لكم نشكركم على الاستضافه هذه ونشكرك اللي جيت باش عطيت لي من حق التنشيط تاعك عطيت لي جيت قدمت معك شويه يا خويا شرف انا اللي شرف ليا بيان سور يكون معايا عبدو خويا الله يحفظك خويا نبيل والله العظيم غير فريمون صافي فيها ان غران بليزير الله يعيشك خويا العزيز انا جو باس لو بونجور للناس قاع اللي تعرف عبد الرحمن زواوي والناس اللي راه يتبع في عبد الرحمن زواوي نشكر بيان سور لي بارون الزوجه
والسلام عليكم. هذا خويا ربي يحفظك ان شاء الله اسامه ومحمد خويا. عطونا كلمه اخيره نبداو بك اسامه. نشكركم بزاف 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 على هاد ليميسيون باسكو فريمون والله غير عفسه شابه عفسه شغل فجد عفسه في الطوب يا اخوك شايف وجوزنا وقت شباب الله يحفظكم وصافي ان غون بليزير ليا لاني شغل ما فهمتش شنو نقولها لكم بصح شغل ما نعرفكمش بصح اونديري خاوتي كو شايفين شغل اونديري خاوتي والله يحفظكم الله ينور وبون كوراج توس من الاخر يعطيك الصحه خويا اك شايف يا خو 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 شايف شايف محمد خويا نقول لكم يعطيكم الصحه على هذه الاستضافه ولارجست فور مام يعني تعرفت على ناس توب اللي كنتو كامل نتوما عبدو خويا اسامه ومام اللي راهم في لي كوليس نشكركم بزاف اللي عطيتونا هذه الفرصه هذه باش نجوهن معكم في لي ميسيون وعرضتونا لهنا يعطيكم الصحة وشغل كانت تجربة رائعة بالنسبة لينا وإن شاء الله ماشي هادي الخير إن شاء الله مازال الخير في خير إن شاء الله في خير في خير إن شاء الله يعطيكم الصحة على كل حال بيان سير محمد أسامة ولا غير فريمو ضحكتونا وخلويتونا يعطيكم الصحة بزاف بزاف يعطيك الصحة خويا عبدو وبيان سير نقول للمستمعين واللي راهم يشوفوا فينا بيان سير في راديو شمس اف ام نقول لهم كامل بارطاجي وتصولاجي وديروا جامد هلكم اليوم مع راديو شمس اف ام راح تلقاونا في الانستغرام يوتيوب وبيان سير تويتر والفيسبوك وعلى الموقع الالكتروني راديو شمس الجيري تحية كبيرة لكم كاملين فاس فاس كوميدي نتلاقاو في العدد الثالث واللي راهو جاي مع دي كوميديا جدد و انفيتي دونور اللي حيكون معنا تاني واحد اخر علي يو 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 رواتيكم علي باي تشاو